محمد، يعني هي كل الأدوية مع بعضها ما بتضره ابني؟ يعني أنت متأكد إنه ما بتضره لأبوك؟ والله يا عمتي أنا ما بعرف، في بيناتهم حبوب للأعصاب والدكتور قال خليه ياخدهم كلهم. يا حرام المسكين، كيف وجهه أصفر وأحمر. محمد تقوم ناخده على شي دكتور، شو رأيك؟ أنا منيح وبخير. أهلين أستاذ، تفضل. مرحبا محمد. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ، تفضل. كيف صرت سيد رضا؟ إن شاء الله أحسن. يسلموا، الله يرضى عليك. الله يعافيك، كنت هون قلت خليني اطمن عليك. أمي هون ساكنة بالشقة رقم 9، إذا وصلكم أي خبر خبروني أنا كمان. أنتوا من جديد انتقلتوا على البناية مزبوط؟ أنا صار لي فترة بدي أسأل بس راسي ما عم يفضى. بتشكرك. خاطركم. الله معك، الله معك. تسلم، الله يرضى عليك. مين هذا يا محمد؟ قلت استاذه هيك شي؟ بيشتغل بالجامعة. استاذة لفريحة. لا استاذة لفريحة؟ ايش هالاهتمام كله هاد؟ بس والله هالزلمة ما تركنا ولا لحظة بالمشفى، جدع. امير اسمعني، انا انخطبت بالغصب. الزلمة اللي قلتي عنه شوفيرك وضربته وطلع بالاخر خطيبك فريحة. أكيد أنت مالك عم تفكر إنه أنا كنت موافقة. أمير كيف صرت؟ ما عملت أي شيء، ما حميتها. هذا مو ذنبك أمير. قديش كانت كل الأمور تافهة وما إلها أي قيمة أبدا، الخناقات والتعصيب. طيب إذا بكون فقدتها، إذا بكون خسرتها، قلت لها سنة سعيدة. أنا حبيت إني إلا إني بحبها كتير واني عم بشتاق لها كثير كمان. ما قدرت الا اي شيء، قلت لها بس سنه سعيده. هذا كل شيء قدرت الا اياه. ما في شيء طلع بايدك. طلع بايدي؟ ما بيلزمني اللي بيطلع بايدي، بيلزمني اللي ما طلع بايدي. انا لازم ساوي اي شيء. شو ما جعت بولند؟ البنت يلي انخطفت بتكون حبيبته شي؟ ما بعرف بالضبط، بس ما عندي معلومات كافية عن الحياة اللي عم يعيشها أخوك لافاند. معناها رح يضل ينطر للصبح. بدك أعمل لك شي تاكله؟ حاكي إذا بده في يجي. يضل قد ما بده بهذا البيت بشرط ما يمثل دور الأخ الأكبر. صار شي جديد؟
ما فيني أقضي ليلة هيك، إني ضل قاعد ومكتف إيدي من دون ما أساوي أي شيء. نحن حاليا ما في عنا غير الانتظار وبس. بعرف إن حكيت لك أشياء ما حكيت لي إياها. أنت بتعرف كل شيء، إصابة أمها، خطيبها. ما في شيء دليل من يلي حكيته، على الأقل ممكن يكون ضل وعلق بذاكرتك، حتى لو كان دليل صغير واحد. فريحة ما كانت تحكي لي كل شيء وبالتفصيل مثل ما أنت مفكر، كانت بس تشاركني بأحاسيسها، الشغلات اللي مرت فيها معك ومشاعرك تجاهها وهيك شغلات. يعني ما في أي شيء ممكن يفيد. ما في أي شيء. مر نهار كامل وهي تاني ليلة بتقضيها بجنب هداك الحقير. برأيي لازم تهدى شوي، الخوف اللي عم نعيشه ما رح يفيدها بأي شيء. شو يلي بيفيدها يا قبطان؟ شو رح يفيدها الوقفة هون واللعي؟ اللي انت شو رح يفيدها كل هالحكي الفاضي؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.